شاهدتم ذئبا في البراري يأكل أخاه؟ هل شاهدتم يوما كلبا عض يدا ترعاه؟ هل شاهدتم فيلا يكذب يسرق يشهد زورا ينكر حقا يفشي سرا يمشي مغرورا بأداه؟ سيمبا 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 قادم سيمبا جاء سيمبا عند التل بين قطعان الضباء سيمبا قادم سيمبا جاء سيمبا عند التل بين قطعان الضباء هل شاهدتم ذئبا في البراري يأكل أخاه؟ هل شاهدتم يوما كلبا عض يدا ترعاه؟ هل شاهدتم فيلا يكذب يسرق يشهد سورا ينكر حقا يفشي سرا يمشي مغرورا بأداه؟ سيمبا 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 قادم سيمبا جاء سيمبا عند التل بين قطعان الضباء سيمبا قادم سيمبا جاء سيمبا عند التل بين قطعان الضباء سيمبا قادم سيمبا جاء سيمبا عند التل بين قطعان الضباء سيمبا قادم سيمبا جاء سيمبا عند التل بين قطعان الضباء سيمبا. خطوتان نحو الأمام وخطوتان نحو الخلف. حاول ثانية. هيا تشجع. هيا لا تيأس يا جونيور، عليك أن تتعلم المشي بأقصى سرعة. أحسن، ها قد نجحت أيها الصغير. هذه مرحلة. ها لن تستطيع زحزحته من مكانه. لم يتعلم المشي بعد، ماذا نفعل؟ أعلم أن مهمتنا شاقة منذ البداية. سننشغل عن باقي أعمالنا خلال هذا. هيا عودا إلى العمل. سيدي، وصل مبعوث زعيم وادي البنادق. دعه يدخل. حاضر سيدي. هيا خذا قسطا من الراحة. لم أستقبل أحدا من قبل، ماذا علي أن أفعل؟ فليتفضل المبعوث بالدخول. انظر. ماذا؟ ماذا هناك؟ انظر إلى صناديق الجواهر يا أكسل. جواهر؟ أيها الزعيم، أنقل إليكم تحية سيد زعيم وادي البلابل. أرجو أن تقبلوا هديتنا المتواضعة عربون صداقة دائمة. أهلا بك وبزعيم وادي البلابل. يسعدنا سماع ذلك منك. تقدم. حسناً،
ما أرواها. ما الأمر؟ نريد رؤية الكنز. أرجو أن تقبل هديتنا المتواضعة. إياكما أن تسقط أرضاً. سأحتفظ بهذه الجوهرة. خذ هذه يا أكسل، لا أحد يراك. انظر ما أجملها، انظر. أترى؟ اخفض صوتك، اخفض صوتك يا أكسل. أرجو أن تعذرنا على هذا الاستقبال، يتصرف الأطفال عادة بعفوية. لا تعتذر يا سيدتي، فأنا أقدر ما يحدث حولي الآن تماما، هذا أمر طبيعي. حاولت إيقافهما لكنني لم أستطع ذلك. ليس هناك من يستطيع منع الصغار من ممارسة لهوهم. إنهما لا يستمعان إلى تعليماتي يا سيدتي. انتهى الأمر الآن، أرجو أن تبلغ زعيم وادي البلابل شكري وامتناني. سأنقل ذلك بالتأكيد، ولكن انظر ما رأيك فيها. هل تسمح لي بطرح سؤال واحد لا ثانية له أيها المبعوث؟ أين عثرتم على هذه الجواهر الثمينة؟ أرض صيدنا غنية بالجواهر والدرر. حقا؟ لكن أين بالضبط؟ أنا لا أعلم. كفى يا أكسل، لا تزعج ضيفنا، أكسل دائم البحث عن الكنوز. فهمت الآن، حان وقت رحيلي، لا ينبغي أن أتأخر، سأحدث سيدي عن حسن استقبالكم لي. رافقتك السلامة. لا تنسى الكنز. اطمئن، سأكون مستعدا لزيارة وادي البلابل في المستقبل. أرجو أن تأذن لي بالانصراف أيها الزعيم. حسنا، بلغ تحياتي إلى زعيم وادي البلابل. يا مبعوث، أرجو أن تخبرنا عن مكان الجواهر لو تكرمت. يعثر على الجواهر في كهوف جليدية تشبه كهفكم هذا. هكذا إذن؟ نعم، هذا كل ما أعرفه عن الجواهر والدرر. ألا تملك المزيد من المعلومات؟ هذا كل ما أعرفه. ابحثا في هذا المكان جيدا، فربما عثرتما على كنز. هنا؟ نعم، أظن أن هذا الكهف يخبئ بين ثناياه كمية كبيرة من الجواهر والدرر.
هل أنت واثق؟ ماذا علينا أن نفعل؟ يحتاج الأمر إلى المزيد من العزيمة والصبر. المعذرة، فقد حان وقت رحيلي. شكرا لك. إلى اللقاء يا مبعوث. إلى اللقاء. إلى اللقاء. اسمعني، تذكر ما قاله لنا جيدا. يحتاج الأمر إلى المزيد من العزيمة والصبر، فلا يمكن أن نحصل على الكنز من دون تعب. بالتأكيد لن تزحف الجواهر نحونا من تلقاء نفسها، لابد من تكثيف عمليات البحث. أظن أننا أصبحنا على مقربة من الهدف الذي نبحث عنه. هل سنغدو أخيرا بعد طول انتظار من الأثرياء الذين يملكون أموالا طائلة لا تأكلها النيران؟ كن مطمئناً، لن يبقى الحلم حلماً إلى الأبد. إذاً متى سنبدأ العمل؟ في الحال يا أكسيل، المهم أن تحافظ على إصرارك هذا حتى النهاية. مللت من الفقر يا ثن. ما الذي تخططان له؟ قد نعثر على كنز في هذا المكان يا بول. في هذا المكان؟ نعم، ربما نقف الآن فوق كنز من دون أن ندري. لكن ليس هناك أي دليل يؤكد كلامك هذا. المهم أننا نملك المزيد من العزيمة والصبر. ليس هناك من يفهمني سواك يا ثنثون. دعك من الآخرين أمثال بول، فهم لا يملكون طموحاتنا. معك حق، فطموحاتنا رائعة. انظر، وصلنا إلى بوابة الكنز. حقا؟ أشعر بالحر الشديد. وقعت. هل أمسك بيدك أيضا؟ لن أتألم ثانية حتى لو وقعت على مؤخرة رأسي. جيد، هيا اتبعني. ما بك؟ تن، أرى أن هذا الممر يضيق شيئا فشيئا. تشجع، تعال هيا. قد لا أستطيع اللحاق بك، فأنا ضخم. هيا حاول أن تدخل رأسك أولا ثم جسدك. هيا. لماذا ورطتني في خوض هذه المغامرة الخطيرة يا ثن؟ تلك هي نتيجة شراهتك المزمنة. إكس إل، حاول أن تقلص معدتك. هكذا، أنقذ نفسك يا أخي. يبدو أن البحث عن الكنوز متعب جدا. هل كنت تعتقد أن الأمر سهل؟ مهمة البحث عن الكنوز من المهام الشاقة، لذا لا يعثر على الكنوز عادة إلا بعد طول صبر وانتظار. لو أنني أعلم أن البحث عن الكنوز صعب إلى هذه الدرجة ما بحثت منذ البداية. هل قررت التخلي عن طموحاتك بمثل هذه السهولة؟ أين أحلامك؟ أين طموحاتك يا أخي؟ لم أعد أرغب في تحقيقها. هل سيطول بنا الأمر هنا؟ لا، لم يبقى إلا القليل. القليل؟ اعذرني. إكس إل، لا تفقد الأمل، ربما أصبحنا على مقربة من الهدف الذي جئنا من أجله. سأرافقك حتى نهاية هذا النفق، وإذا لم نعثر على شيء فسأعود. موافق، هيا اتبعني. يعتقد أن جسدي ضئيل كجسده. تعال يا إكس إل، تعال وانظر. ماذا هناك؟ انظر. غريب. نعم، ترى ما السر يا إكس إل؟ لا أملك تفسيرا مقنعا. هل تشعر بالحر مثلي؟ نعم. أشعر بأننا أصبحنا في خطر، أفضل عدم المتابعة. علينا أن نتابع تقدمنا من دون أي تردد.
لم يعد أمامنا إلا القليل يا أكسل. هذا أنا متعدد. لم يكن هذا المتعدد أبدا. تشجع يا أكسل، تشجع. إننا نحلق عاليا. نعم نعم نعم. كان عليك أن تأخذ بنصيحتي. هل نجونا من الخطر الذي كان يحيط بنا قبل قليل؟ نجونا، نجونا يا أكسل. هذا لا يصدق، لا يصدق. نجونا. ها؟ لكن أين نحن الآن؟ لا أدري. أرأيت الحمام؟ بالتأكيد. انظر. لقد نجونا، 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 نجونا. لقد بذلنا جهدا كبيرا هذا اليوم. لن أناقشك هذه المرة. أرجو أن يحملنا التيار إلى مكان آمن. أمسك بيدي. لم يعد هناك أي فرصة للنجاة الآن. لا تفقد الأمل يا أخي. معقول؟ لا أكاد أصدق. إكس إل، استيقظ وانظر حولك. الكنز؟ قلت لك لا تفقد الأمل. هيا أنقذ أبي. جونيور، ترى أين أثين وإكسل؟ يفترض أنهما يبحثان الآن عن الكنز. إنهما يحاولان منذ زمن العثور على كنز ما، ولكن عبثا. ولن يعثرا على أي شيء مهما طال بهما الزمن. معك حق. يبدو أنك تنتظر أحدا، أليس كذلك؟ علمت أن مبعوث زعيم وادي الأزهار سيصل إلينا هذا اليوم. اذهب. هيا يا بول، خذهما. كفى، هيا اتبعاني الآن. وصل مبعوث زعيم وادي الأزهار.
ها قد أصبحنا من كبار الأثرياء، فكل هذه الجواهر لنا، لنا وحدنا يا أكس إل. أخيرا حصلنا على الكنز الذي بحثنا عنه طويلا. افرح يا أكس إل، افرح، ارقص غني، أكاد أطير بشدة الفرح. تحقق الحلم يا أكس إل. أنا فرحان، أنا فرحان، أنا فرحان. نعم لقد أصبح الحلم حقيقة. انظر حولك يا أكس إل، تحيط بنا الدرر والجواهر من كل الاتجاهات. انظر وتمتع يا اكس ال. ترى ماذا سنفعل بهذه الثروه التي يعجز اللسان عن وصفها يا فن؟ ساشتري ثيابا جديده. انا ايضا. يا أكس إل. أرجو أن تقبل هذه الهدية المتواضعة يا سيدي. شكرا لك أيها المبعوث. عفوا. أصبحنا من الأثرياء يا سيمبا، فلقد عثرنا على كنز ضخم جدا. وهناك كثير من مختلف أنواع الجواهر والدرر، إنها متعددة الأشكال والألوان. إياكم أن يقترب أحد منهما، إنهما صديقاي. ليتكم شاهدتم ما شاهدنا. ها قد عدا أخيرا. أرجو أن تأذن لنا بالانصراف أيها الزعيم. شكرا جزيلا على هذه الزيارة. إلى اللقاء، رحلة موفقة. نجونا بمنتهى العجوبة، فما حدث كان لن أكررها ثانية أبدا. تمسكنا بقطعة من الجليد، ولولاها لهلكنا. ما جرفنا الطيار إلى هنا. نحن مستعدان لمشاركتكم في كنزنا، لكن على شرط أن تساعدونا على نقله إلى هنا. علينا أن نسرع وإلا ضاع الكنز من أيدينا. هيا سنقدم إليكم بعض الهدايا شرط مساعدتنا. قد أصبح الكنز في مكان آمن، لن تضيع منه جوهرة واحدة. المكان مراقب. هل تعتقد أنك حارس جيد؟ هيا استعد. استعداد. واحد، اثنان، خذ. واحد، اثنان. لم أكن أتوقع أبداً أن نعثر على كنزنا في مكان كهذا بمثل هذه السرعة أيضاً. المهم أننا حصلنا على الكنز بغض النظر عن توقعاتك. كنت دائماً تتوقع عكس ما حدث بالضبط. صحيح. كان عليك أن تصدق ثين منذ البداية. لكنني صدقتك في النهاية. نستطيع الآن البحث عن كنوز أخرى. هذه فكرة رائعة. أسمعت. لن يكفا عن البحث حتى لو حصلا على كنز جديد، إذ ليس لديهما هدف آخر. هل أنت جاهز؟ أنا الجاهز. وأخيراً تحقق حلم ثين وأكسل في الحصول على كنز، لكنهما لم يشعرا حتى الآن بأهمية الصداقة التي تربطهما بسيمبا، ولم يدركا أن الكنز الحقيقي هو حب سيمبا وباقي الأصدقاء لهما. إلى اللقاء. هل شاهدتم ذئبا في البراري يأكل أخاه؟ هل شاهدتم يوما كلبا عض يدا ترعاه؟
هل شاهدتم فيلا يكذب يسرق يشهد زورا ينكر حقا يفشي سرا يمشي مغرورا بأداء سيمبا 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 قادم سيمبا جاء سيمبا عند التلي بين قطعان الضباء سيمبا قادم سيمبا جاء سيمبا عند التلي بين قطعان الضباء هل شاهدتم ذئبا في البرار يأكل أخاه هل شاهدتم يوما كلبا عض يدا ترعى هل شاهدتم فيلا يكذب يسرق يشهد زورا ينكر حقا يفشي سرا يمشي مغرورا بأداء سيمبا 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 قادم سيمبا جاء سيمبا عند التالي بين قطعان الضباء سيمبا قادم سيمبا جاء سيمبا عند التالي بين قطعان الضباء سيمبا قادم سيمبا جاء سيمبا عند التالي بين قطعان الضباء سيمبا قادم سيمبا جاء سيمبا عند التالي بين قطعان الضباء